السلام عليكم متابعينا بكل مكان. اليوم راح نعرف كيف نعمل افضل سي في باللغه العربيه، نعمل سي في احترافيه وجدا راقي بدون اي تكاليف بدون اي برامج، وكالعاده راح نستخدم الوورد بس. صراحه احنا عملنا حلقه وكان عليها اقبال كثير وكثير ناس طلبوا مني، لكن كنا عاملينها باللغه الانجليزيه، فناس حكوا لي ممكن كيف نعمل سي في باللغه العربيه خاصه انه على الوورد ما لقينا النماذج اللي بدنا اياها باللغه العربيه طبعا، ومش هالتنوع الكبير، وفي ناس ما طلع لهم نماذج نهائيا. فاحنا دائما حتى نسهل الموضوع عندنا نت، مدام عندنا نت بنقدر نوصل لاي شيء بالعالم وبكل بساطه، وبرضه راح نعملها على الوورد. خلونا نبدا مع بعض ونشوف كيف. اول شيء بنروح كالعاده على صاحبنا الوورد، بنفتح صفحه وورد وبنخليها فاضيه، بعدين بنروح للجوجل كروم او اي متصفح احنا بنفتحه، وبنكتب خانه البحث نموذج سيره ذاتيه باللغه العربيه. وإذا أنتوا حابين تخصص معين برضو أفضل، لأنه بعطيك مهارات، بعطيك تخصصات معينة، بعطيك طلبات. يعني بقدر أكتب أنا مثلا نموذج سيرة ذاتية مهندس، نموذج سيرة ذاتية ممرض، بقدر أكتب أي شيء بدي إياه. بس إحنا بشكل عام كتبنا نموذج سيرة ذاتية، خلينا نشوف شو بطلع لنا بالنتائج. إما بتفوتوا على المواقع بهذا الشكل، أو بنروح على الصور أفضل عشان نقدر نختار الصورة اللي بدنا إياها. زي ما إحنا شايفين طلع لنا نماذج من خلال اختياري لأيقونة الصور حتى يطلع لي النتائج اللي بالصور. فأنا مثلا أعجبتني هاي السي في، بدخل عليها، بفوت على الموقع. هاي عندنا موقع كامل وعليه سي في، بتقدر تختار بدك إياها. طبعا هاي كمان عندنا واحد واثنين وثلاث والتالي، بقدر أنقل بينهم كلهم أختار. لو مثلا اخترنا هاي السي في أعجبتنا، مجرد ما أعمل نقرأ عليها ننزل تحت، معطينا هون صيغة التحميل إما DOC أو DOCX اللي هي Document، يعني امتداد للمايكروسوفت وورد. دائما صيغ الوورد القديم كانت Doc أو DOC، والجديد DOCX. نختارها بالصيغة اللي بدنا إياها، دائما 2013 فوق أنا بختار DOCX. نزلت عندنا CV. زي ما احنا شايفين عندنا سي في باللغة العربية بشكل كامل، مجرد انا اغير المعلومات. دائما بهمني اهم شيء الصورة، الصورة لازم اختارها بعناية لانه دائما الصورة راح تغلبني. الان راح نضيف صورة مع بعض ونشوف كيف نتحكم فيها. اول شيء ضغطة واحدة بالماوس وبعمل ديليت، هيك انمسحت عندي الصورة. بدي اختار صورة ثانية، باجي على انسيرت من الاعلى وبختار بيكتشرز this device، وبختار اي صورة عندي. لو مثلا هاي الصورة insert، زي ما احنا شايفين دائما عندنا مشكلة الصورة بعطيني اياها بشكل عشوائي وبشكل مش مقبول. right click wrap text، ودائما بختارها in front of text، وهيك بقدر احركها بكل سهولة وين ما بدي. بعدين بحط الحجم اللي بناسبني من خلال الزوايا، بقدر أكبر وأصغر من الزاوية، بضغط عليها بحركها بالمكان اللي بناسبني. برضه لو كبرناها شوي نزلناها لتحت، إحنا مجرد ما دخلنا على الراب تكست وخليناها فرونت أوف صارت سهلة جدا أتحكم فيها. هيك أتوقع موقعها ممتاز. باجي هون على الاسم، بحط الاسم اللي بدي إياه مثلا. هون بتقدر تحط عندك مثلا اي نموذج بدك اياه، مهندس اتصالات، تخصصك او شيء، او ممكن تخليها بدون تعملها ديليت بشكل كامل. هيك بس تضل عندي الاشي مجرد الاسم والعيلة، او حدا بحب يحط الاسم كامل بقدر احط الاسم كامل. بنيجي هون بيانات الاتصال سهلة، بحط رقم هاتف. يفضل دائما مع المفتاح الدولي مثلا. الايميل مجرد ما اضغط عليه دبل كليك على الكلمه اللي بدي اغيرها. لو مثلا انا ايميلي هون، باجي بكتب الايميل المطلوب عندي، ومثلا لو انا ايميلي ياهو مش جيميل، مجرد دبل كليك اي كلمه بدي اغيرها دبل كليك عليها على الجيميل دبل كليك، بقدر اكتب ياهو مثلا. هون عندنا عنوان المسكن،
تكتبه أنت بالشيء اللي بناسبك، بس دائما إحنا بنفضل نبدأ من أصغر إشي لأكبر إشي. نيجي هون مثلا نكتب المنصور عمان الأردن، ودائما طبعا بهمنا نعرف وين ساكن المنطقة والمدينة والبلد. إذا أنت حبيت تحط إشي إضافي، رقم الشقة، اسم الشارع كذا ممكن، بس بصراحة مش مهم جدا، ما حد بهم إنه يعرف وين سكنك بالضبط إلا بعد ما توظف عنده. بس أنت مرحلة السي في بهمه بس يعرف وين منطقتك والمدينة اللي أنت فيها حتى يعرف كم بعدك عن مكان العمل. بعديها بننتقل زي ما احنا شايفين البادي تاع السي في أو جسم السي في. عندنا أول شيء الهدف المهني، طموحي لا حدود لا، هاي كلمة أنت بتحب تغيرها أو تخليها أو حسب رأيك الشخصي. ممكن كمان تختار على جوجل تجد كمان كلمات أفضل أو نفسها. بعدين نيجي للتعليم، وهون بهمني جدا التعليم، حكينا فيها لكن لأهميتها رح نرجع نحكي فيها. دائما التعليم مهم عندنا كثير ولازم نحطها، لكن كثير بنركز عليها. أنا شخص مدير HR، جتني سيفيات عندي وقت محدد بدي أقرأ عدد معين من السيفيات. أنا لما يكون عندي 100 سيفي بهمني أعرف أنت شو. أنا طالب مهندس بكالوريوس هندسة، شو علاقتك في التعليم تبعني؟ أنت مثلا مهندس اتصالات أو ماجستير في الاتصالات أو عندك دبلوم في هندسة الاتصالات، بهمني أعرف أنت وين واصل. ما بهمني أنا تعطيني سيرة حياتك كلها، يعني مثلا تكتب لي أنا بكالوريوس اتصالات خلص كافي، ما في داعي تحكي لي قبلها كنت دبلوم اتصالات في كلية كذا وقبلها ثانوية في مكان كذا. بهمني جدا أعرف مؤهلك اللي خلاك تقدم هاي الوظيفة فقط. فنصيحة هون مهمة جدا، دائما اختاروا المؤهل المطلوب واللي بأهلك لهاي الوظيفة فقط لا غير. فزي ما احنا شايفين عندنا هون شهادة بكالوريا وليسانس وماجستير، احنا هذا كله ما بهمنا، بهمنا آخر شهادة. بنيجي هون نحكي هذا كله خلينا نحذفه. طبعا اي شيء مجرد دبل كليك زي ما احنا شايفين، ديليت دبل كليك. ومن الكيبورد على كبس ديليت او زر ديليت، هون نفس الاشي ديليت بكون مسحته. كمان عندنا هذا الخط ما بناسبني بمسحه. بنيجي هون خلينا نحكي مثلا من الى، نحكي مثلا من شهر آذار 2014 لغاية تموز 2019 اللي هي شهادة البكالوريوس. خلينا نيجي هون نكتب في الرياضيات اسم الجامعة أو اسم المعهد. باجي هون إما بكتب اسم الجامعة وبكتب اسمها هون مثلا، أو بشيل الاسم كامل يعني بحط فقط اسم الجامعة طول، مثلا الجامعة الأردنية. زي ما احنا شايفين إما بنحط الجامعة الأردنية لحالها وبنكتب اسم الجامعة الجامعة الأردنية، بس هيك أنا شايفها أروق. عندنا هون كمان ماجستير ما بدنا اياه، هذا ما معنى ماجستير. دبل كليك هون، دبل كليك هون. كمان لما تصير مربع بنضغط على الخط حتى يحددها بالكامل، وديليت من الكيبورد. هذا كمان زيادة، هذا خلينا نرفعه لفوق مثلا. شايفين بقدر اتحكم بالعناصر بكل سهولة. عندي هون المهارات فكرة حلوة كثير عجبتني، بدل ما انت تكون كاتب مثلا ممتاز اكسلنت كذا، لا هون حاطة بشكل حلو كثير انك تقدر الخط تصغره او تطوله زي ما بدك. لا هيك طلع مايل، بننزل شوي لتحت. هنا مثلا انت في الاوفيس ضعيف شوي نوعا ما، بنزله
إن في التسويق فل، بتيجي على التسويق بزيدوا على إيش زي ما احنا شايفين. فكرة كثيرة عجبتني حلو صراحة. كذلك إن اللغات نفس الشيء عاملها عربية الإنجليزية. طيب عندي شيء مثلا زيادة أنا ما بدي إياه، باجي أنا على الفرنسية بضللها. لما صار عندي 4 أسهم زي ما احنا شايفين، نقرأ واحدة بعدين ديليت من الكيبورد. كذلك الشكل نقرأ واحدة ديليت، نضغط عليه بالماوس وديليت. هيك صار عندي فقط اللغة العربية واللغة الإنجليزية، أو أي شيء بشكل عام بدي أحذفه. هون جينا على جزء الخبرات المهنية، وهذا الجزء بهمني كثير جدا. الخبرات المهنية دائما ببدأ من آخر شيء أنا فيه. أنا لو أنا الآن على رأس عملي ببدأ في الشغل اللي أنا فيه حاليا. لو أنا مثلا تارك شغلي من شهر، نبدأ من قبل شهر للي قبله، فالأقدم فالأقدم، فهكذا. فدائما ببدأ آخر شغل أنا وصلت له. لو مثلا أنا حاليا شغال مكان معين، هون مكان اسم الشركة بكتب مثلا الشركة العربية. زي ما احنا شايفين لما اجت معانا لتحت بقدر اكبر المربع حتى يكون بالشكل اللي بناسبنا. المنصب هون بحط المنصب مثلا، نحكي معلم حاسوب، كون احنا فوق بدأنا في رياضيات، رياضيات معلم رياضيات. من تاريخ نحكي 2020 لغاية 2023، أو لغاية الآن نكتب نحذفها، بنكتب مثلا 2020 لغاية 2023. هنا صف المناصب اللي شغلتها، بتقدر تكتب أنت هون مناصب إذا كان في عندك مناصب، أو تكتب مثلا مدرس رياضيات للصفوف الثانوية أو الابتدائية أو اللي بناسبك. نفس الشيء عندنا الشركة اللي قبل منها، مثلا خلينا نحكي مدارس الاتحاد، دبل كليك بنضللها. نفس الشيء إذا حبينا نزيد أو نقلل من الحجم. كذلك هون بحط المنصب اللي أنا فيه أو اللي كنت فيه في هاي الشركة. نحكي مثلا مدرس رياضيات ومشرف تربوي. زي ما احنا شايفين زادت عنا، باجي هاي الدائرة لغاية ما يصير شكل الماوس زي السهم، وبسحب لليسار حتى تكون عندي الجملة متناسقة. كذلك هون بصف المناصب اللي أنا شغلتها. وطبعا بهمني كثير أنا يكون في عندي تسلسل من القديم للأحدث بالأعلى، أو بهمني أعلى شيء، يعني أول شيء يبدأ عندي أحدث شيء أنا فيه وأنزل للأقدم. طبعا بالنسبة للمهارات واللغات حكينا بهاي النموذج، جاي شكلها كثير جميل وكثير حلو، أنا بنصح فيه. هذا شخص بحب يغير هو حر. إذا ما عجبني النموذج بقدر كالعادة أفوت على جوجل أو أي موقع أختار نموذج ثاني. خلينا نختار هذا النموذج مثلا، كذلك ننزل لتحت نعمل له داونلود، نختار النسخة اللي بدنا إياها. مجرد ما فتحت إحنا شايفين هون شوي مختلفة عن سابقتها. المهارات هون عندي جاي آخر شيء، مش جاي مثلا على اليمين. بتشوف انت الشيء اللي بناسبك وبتعمله، بس بكل سهولة نقدر نغير الصورة، نقدر نغير الاسم. موضوع كثير بسيط وسهل. زي ما شفنا الموضوع كان كثير بسيط وسهل، وما بيحتاج منك كل هالتفكير ولا انك تغلب شخص ولا تروح تعملها بالفلوس نهائيا. هاي السيرة الذاتية اي شخص عنده كمبيوتر بيقدر يعملها، خاصة عندنا نعمة الانترنت، يعني فعلا نعم كبير. بنقدر نختار اللي بدنا اياه ونتعلم المهارة اللي بدنا اياها. بس اهم شيء لا تنسوا زي ما حكينا دائما، انت لما بدك تعمل سي في سواء بالعربي او بالانجليزي، بهمني جدا التلخيص قد ما تقدر لخص. اذا كنت خريج جديد او لسه ما عندك هالمهارات، بالعكس
انت اكثر شيء مطلوب هاي الايام زي ما حكينا، كل الدول كل الشركات الكبيره صارت تدور على ناس هي تدربهم هي تنشئهم، ما بدهم ناس عندها خبرات عاليه، ما بدهم ناس معها شهادات، ما بدهم ناس يدفعوا لهم مبالغ اكثر، فدائما بدوروا على الاشخاص اللي بيكونوا حديثين تخرج ما عندهم هذيك الخبرات، هم الاكثر شيء مطلوبين. فلذلك بالمره لا تيأس ولا تفكر انه والله شكل السي في راح يغير او انا ذوقي غلط او انا شكل السي في نهائيا ما بغير، اختاروا الشيء اللي انت بترتاحه. شو انت بترتاح للسي في دائما حطها واكتب اللي بدك اياه فيها، بس اهم شيء راعي انها تكون منسقه بشكل كويس. والتنسيقات احنا شفناها كثير حلوه، في شخص بحكيت له انت ما توظفت عشان السي في تبعتك، تعال اعمل لك سي في، ادفع لي فلوس بعمل لك سي في، ما ترد اول اخر هاي الشغلات نصيب. انت دائما اكتب السي في اللي بتعجبك، معلوماتك تكون واضح فيها، والشكل ما راح يلعب دور كبير. بتمنى التوفيق للكل، ما راح نطول عليكم اكثر من هيك، بس دائما اذا احتجتوا اي شيء بسعدني كثير اشوف تعليقاتكم، نعملكم فيديوهات حتى احنا نستفيد والجميع يستفيد. شكرا لكم.